أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. أي نعمة بلغت بها فعليك أن تشكر الله عليها، والشكر يزيد النعم. من أراد أن يزيده الله من النعم فليكثر من الشكر، وما من شيء في الكون إلا وهو يشكر الله. الطيور كذا، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل يشكر الله عز وجل. ورد مر نبي من الأنبياء على حجر، مر نبي من الأنبياء على حجر صغير يتفجر منه ماء كثير، حجر عم يطلع منه مية كثير. فتعجب النبي فنظر إلى فأنطق الله الحجر فقال: يا نبي الله، مما تعجب؟ ليش عم تتعجب انه عم يطلع مني ماء؟ منذ سمعت قول الله تعالى: وقودها الناس والحجارة، وأنا أبكي خوفا أن أكون من تلك الحجارة. هاد المية اللي طالع هذا دمع الحجر، أبكي خوفا أن أكون من هذه الحجارة. فدعا ذلك النبي له إنه الله عز وجل يحميك ويجعلك من حجارة الجنة. فأجاره الله من النار، ثم رجع إلى الحجر ذلك النبي، رجع مرة ثانية فوجد الماء تخرج منه بكثرة، كمان تعجب شو هذا. فقال الحجر: يا نبي الله، ذاك الأول كان بكاء الحزن وهذا بكاء الشكر. حجر يشكر الله انه نجاه من عذاب النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ابشر بشفاعة رسول الله، ارجو الله أن لا تروا نار جهنم، أولئك عنها مبعدون إن شاء الله. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.